السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل متابعينا ومشتركين القناة. النهاردة بنصور عيش حمام من البداية للنهاية، عيش شريف حابك النهاردة من شط جريبة. اتفرج على عيش جميل 2 متر من على البيت، بس يعني في مكان فوق الخيال، أعلى مكان هضوميات يعتبر. اهو المكان ورانا عامل ازاي شريف اهوت. لسه بنبدأ نصمر الجناب ده، أول جنب ده، الجنب التالت ده. طوله كام يا شريف الجنب ده؟ 180 طول ولا لا؟ العرض بتاعه كده 3 متر ونص. ده 3 متر ونص، وفي زي 3 متر ونص، يبقى كده 7 متر. ده الجنب الكبير باذن الله. طول الارضيه 7 متر في 6 متر، دي اللي جنب ال 6 متر عملها هي تخلصها. اللهم صل على النبي لاولها. اهو اخرها هناك. ده الجنب ده طوله 6 متر، لسه بيعمل بقيه الارضيه. خليكم معانا افرجكم انا وهو بيصمرها، واحنا بننصب الجناب ونتفرج على فيديو حلو. خليكم معانا لما نبقى نحط البتاع اول. تعال عليك يا اسطى، يعني متر ونص. الستارة بتاعت العش، الستارة بتاعت العش، احمد الجنيدي مصوراتي اليوتيوبر المشهور. صبح الناس، صبح الناس، ارفع ايدك، احلى ناس في الدنيا. صفر كده، صفر كده، اثبت ان انت غاوي. السخونة دمياط دي هي هو لسه بيقسمها. حط طرفه. ايوه هنا اهوت بيزوم الجنب قبل ما بيعمله، بيزوم من هنا ومن هنا اهو. صمر على الطرف سوا من هناك اهو. اصبر هيجي قسم من عندك اهو. القلعة البيضاء علم الزمالك. كده دي التقفيلة من هنا اهو. اهو يبدأ بقى يرص السلام على طول ورا بعض. حته زي انطلاقه يمشي عليها، ان هي كلها تطلع موحله، ما تطلعش حاجه قد حاجه. هما ثلاثه شغالين، واحد في الطرف، واحد في النص، واحد في الطرف الثاني. انا الصينيه برضو هنا اهي.
واحد دي كان في كام شريه؟ في 5 في 32. 5 في 32. شوف 5 في 32. لا ساو بقى. العش 7 في 6. 6.5 في 7 يا طبعا. 6.5 في 7. مش مستوية دي. من عندك؟ لا طلع ينام، مش طلع يشتغل، مش طلع يعمل مصلحه. هو ليه كان عالي؟ قال لك لما اطلع اشم هوا. اه هنا قال لك المكان ده تروق، اطلع اقعد فين؟ الصلاه على النبي. دوره هي الطلعه كده عن حمام. حمام بيبرو حمام من ده. حمامتين من والله عصرهم طلعنا. اللهم صل على النبي. كده الشيف خلص يبقى جنب خلص. ها يبقى كده جنب خلص. حته بتطلع 3 عشان الرسم صح. اشتغل اهوت وحن على وراح يقولون سدايف. هم اخر سدايف هنا. اعلى مكان في شط جريبي. قرية حمادة عيسى هناك اهي. يا عم بص لما اجي اسوي من عندي مالها دي؟ طب ما تلفها جنب التاني. خدها على سده. لو سويت من جنبنا الشريفة تطلع مظبوطة على طول. سويت من عندك او من عندك؟